أيضا من هذه الأحكام التي ربما أشر إليها قضية الطهارة. في الشتاء تأتي أيام يكون فيها برد شديد، وقد جاء في الحديث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في الشام وكان قائدا للجيش، فأصبح جنوبا فتيمم ولم يغتسل، تيمم ولم يغتسل، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم فقال: هل يعني فعلت ذلك؟ قال: تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني خشي على نفسه من البرد. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك إقرارا منه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص رضي الله عنهما في كونه تيمم بدلا من استعمال الماء عند خشية الضرر والخوف على النفس، فدل ذلك على الجواز. طبعا هذا في حال إذا لم يستطع الإنسان أن يسخن الماء أو أن يعني ينتظر حتى يفتر هذا البرد، إذا خشي خروج الوقت فجاز له ذلك.